السلام عليكم دراري ديالنا بصلاه الرسول اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد واصحابه اجمعين. وما شاء الله جيت نشارك معكم العشاء ديالي البسيط. جوج صراحه عندي ديال بغيت نشارك معكم. عندي نص الدجاجه في الفريكو كهنت، عندي كاس المدافي، وعندي المعنوس والثومه، وعندي خمسه البصلات مشلضين، وعندي الزيت البلديه، وعندي الملحه والتحميص، اسمحوا لي، عندي الملحه وبزار والكعبه والخرقوم والبزار وزعفران والملح والزيت. تبعوا معايا الطريقه، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيه مع الحباب والاصدقاء، ودير واحد اللايك والكومونتير زوينه، واللي مازال ما اشتركش القناه دي اشترك وفعل داك الجرس باش كل جديد. وهنا نبدا معكم الطريقه ديالي. غندير نص الدجاجه نديرها في الكوكوت. صراحه جو عندي ما كنتش غندير مع هذا الفيديو معكم، جو صراحه الضياف على غفله، وبغيت نشارك معكم الغداء ديالي، اسمحوا لي العشاء ديالي صراحه بالزربه والله جاو عندي على صدفه، والحمد لله اللي جا مرحبا به. بغيت غير نشارك معكم العشاء ديالي، غير بغيت نشارك معكم صراحه ما كنتش غنصور، وصراحه فاش جاو هادي بغيت نشارك معكم العشاء ديالي. درت العطريه ودرت البصله ودرت مع النوس والثومه وجميع هذه درتهم في الكوكوت يطيبوا، درت فوق الكوكوت اسمحوا لي، ودرت الماء. هاد الكاس هذا شي 5 ديال الكيسان درتو، نصصت الكوكوت باش طيب الدجاج نص الدجاجه. دابا غنقفلها وطيب وخليكم معايا. ها هي وجدت بالصحه والسلامه، واللي كتوهم تسمح لي. بغيت غير نشارك معكم العشاء ديالي بسيط متواضع، جاو الضياف على غفله بغيت نشارك معكم. وخلي واحد لايك ولا كومونتير، وزين اللي مازال ما اشترش في القناه يشترك وفعل تك جرس جديد. والى هنا ينتهي الفيديو معنا، والسلام عليكم.